نتابع أيضا عمليات التصويت كما نتابع في كافة الولايات الأمريكية. وبعد شوية يكون معانا أيضا عدد من المحللين طيب دكتور عصام عبد الله خبير العلاقات الدولية من واشنطن. دكتور عصام، أولا مساء الخير، كيف تسير عملية التصويت؟ هناك تفاؤل، ربما الرئيس ترامب قبل قليل تحدث أنه سيفوز، المرشح الديمقراطي أيضا جو بايدن تحدث أيضا قبل قليل في ولاية بنسلفانيا على أنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يجري؟ من هل الوقت مبكر لحسم من هو الرئيس القادم؟ تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد والسادة المشاهدين. بالتأكيد زي ما حضرتك تفضلت، أسألت الحسم الآن مبكرة، يعني لدينا على الأقل 10 ساعات حتى نستطيع أن نجزم بنتيجة الانتخابات، وربما تتأكد النتيجة إذا حدث طارئ في الأمور، لا سيما أن بعض الولايات مثل نورث كارولينا طلبت تمديد عملية الاقتراع وغيرها من الولايات. هل هذا الأمر ربما يؤخر الإعلان في بعض الولايات زي ما سيادتك بتقول نورث كارولينا أو غيرها؟ نعم يا سيدي، هذا قد يؤخر، وأمور أخرى قد تقرأ، ولكن دعنا نقول أن مسألة تمديد الانتخابات هي دليل على جدية هذه الانتخابات وتميزها وتاريخيتها عن معظم الانتخابات السابقة. جو بايدن دلوقتي بيقول أنه من أدلب أصواتهم حتى الآن 110 مليون ويتوقع العدد يقفز إلى 150 ويكون رقم كبير أو رقم تاريخي. نعم هذا صحيح بالنسبة للأعداد، لأن إحنا بنفاجأ أن في هذه الانتخابات ربما تفوق عام 1908، لأنه ما صوت في عام 2016 وقت أن كان ترامب وهيلاري كلينتون كانوا 137.5 مليون. التصور أن في هذه الانتخابات سوف نتجاوز 150 مليون. هل هناك أي قلاقل حدثت على مدار اليوم حتى الساعة، أم الأمور تسير والتصويت يسير بشكل هادئ؟ لا، أنا لا أدري في مسألة القلاقل، لأن لست مراسلا صحفيا، ولكن قد أكون يعني محدد معك في أن الأمور تسير ربما عكس كل التوقعات، الأمور هادئة تماما، الالتزام ربما بسبب كورونا بالمسافة الاجتماعية وبلبس الكمامات وبالطابور، ولم يحدث فيما حولي على الأقل أي شيء يثير القلق. تأثير، هل وارد في حالة فوز بايدن تأثير أو تغير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؟ وارد يحدث هذا الأمر؟ طبيعي هذا الأمر، تغيير كامل للسياسة الخارجية فيما يتعلق بالملفات الخاصة بالشرق الأوسط، ملف إيران، الملف الخاص بالاتفاق النووي، ما يتعلق أيضا بالمناخ وانسحاب أمريكا من المناخ والاتفاق النووي، هل وارد تغير كبير في هذا الأمر؟ شوف، سؤالك ذكي وعميق وسأرد عليك بنفس العمق. نحن في مفترق طرق بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. هناك طريق بدأ الرئيس ترامب من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وبالتالي هو بينسحب من بعض الملفات ومن بعض الصراعات الدنكسية في العالم، ويركز على الداخل الأمريكي وبناء الاقتصاد والبلد. على العكس تماما من الديمقراطيين والمرشح بايدن الذي يريد أن يعيد عقارب الساعة الوراء وأن يتعامل مع أمريكا من منظور أنها إمبراطورية وعليها أن تتوسع وينشئ العديد من الصراعات داخل كل بلد وفي محيط البلدان، وهذا يعني واضح لمن يعيش هنا في البلد. تأثير أو علاقة، لأنه هناك ترقب في دول العالم وربما العواصم الكبرى في العالم لنتائج هذه الانتخابات، من بكين إلى طهران إلى القاهرة إلى الرياض إلى موسكو إلى باريس إلى لندن، تأثير هذا الأمر وهذا الاهتمام الكبير بهذه الانتخابات على بعكس أي انتخابات تحدث في أي دولة في العالم؟ هقول لحضرتك لسببين. السبب الأوضح في هذه الانتخابات أن الصراعات الداخلية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية
أصبحت بتتأثر بملفات السياسة الخارجية. يعني دعني أقول لك، مسألة التطبيع، مسألة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مسألة الحرب التجارية مع الصين وهكذا، مسألة انسحاب ترامب من مجمل الاتفاقيات التجارية، هذه ورقة أساسية في هذه الانتخابات بالنسبة للمرشح كلا المرشحين. بالنسبة للرئيس ترامب، الناخب الأمريكي عقلاني جدا وبرجماتي جدا، بمعنى أنه أقرب إلى الرئيس ترامب من المرشح جو بايدن، لأنه لا يريد أن يهدر موارد بلده، لا يريد أن تدخل بلده في حروب عبثية هنا وهناك، يريد أن يركز على الداخل، لأن الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد هو الذي يركز عليه وهو الذي يعني ينتخب من أجله وليس أي شيء آخر. الصوت الحاسم في من هو الرئيس اللي هيعلن الليلة أو غدا أو بعد غد، من هو الصوت الحاسم؟ الوضع الداخلي أم السياسة الخارجية؟ هقولها لحضرتك يعني لأول مرة، كورونا هي الصوت الحاسم في هذه الانتخابات. كورونا. ولذلك أنا أتصور أنه رغم بعض العيوب في إدارة الرئيس ترامب لهذا الملف، لكنه كان موفقا بحدود الإمكانيات المتاحة. أوباما ترك لنا نظاما صحيا قديما، أوباما ترك لنا معدات لا تصلح للاستخدام منذ عام 2011، وفوجئنا بهذا الوضع فلا نستطيع. زائد أن الجائحة لم تكن خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية ولم تكن مصدرها أمريكا، هذه جائحة عمت العالم كله، العالم كله تأذى اقتصاديا وصحيا وفي حياة الناس بهذه الجائحة. الرئيس ترامب عالجها يعني في حدود الإمكانيات المتاحة، أتصور بكفاءة، ولكن لا تستطيع أن تحمله كل أوزار الأشياء كما يقول بايدن في خطابه. هل الرئيس كان ناجحا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الداخلية، الوقود، احتياجات الناس، الوظائف وفرص العمل، الاقتصاد، وطبعا بعيدا عن كورونا، ما قبل كورونا أتحدث؟ ما قبل كورونا، ما حققه الرئيس ترامب حتى يناير 2020 لم يحققه رئيس آخر، وهذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية. بل دعني أقول لك أن من يأخذون إعانة بطالة اليوم من الأمريكيين بسبب جائحة كورونا، معظمهم لا يريد أن يذهب عمله مرة أخرى، وإذا سألتني فأقول لك بأنه يتقاضى أعلى بكثير مما كان وقت عمله. هذا يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي قوي، الرئيس ترامب أدار المسألة بكفاءة. اليوم الناس يريد أن تعود إلى الوظائف، ربما لأنها ملت من الجلوس في المنازل وليس للسبب المالي. دكتور عصام، بكلام حضرتك هل تتوقع مفاجأة للرئيس ترامب؟ المفاجأة أن ينجح بأصوات أعلى من الرئيس بايدن، ربما بفارق كبير وليس صغير، زي ما عمل مع كلينتون، ربما أعلى. أعلى طبعا، يتجاوز 304 أصوات المجمع الانتخابي. 309 يتجاوز هذا. حضرتك بتتكلم على رقم، لانه الامور شوف يا استاذ احمد، فضل. يعني انا واحد من الناس انتخبت انا واسرتي انتخابات مبكره، نعم، منذ اسابيع. لا تتخيل كم اقبال الامريكيين على هذه الانتخابات، حتى اليوم تجاوزنا 110 مليون انتخبوا. قبل يوم 3 اللي هو اليوم كان 100 مليون أمريكي انتخبوا. فإذا هناك رغبة حقيقية. أتصور هذه الرغبة ليست مناورة ما بين المرشحين، وإنما محاولة للتأكيد على أن هذا الرجل الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية رجل يسير بأمريكا على الطريق الصحيح. الأفضل للشرق الأوسط، ترامب أم بايدن؟ أنا هقول لك الأول، الأفضل للشرق الأوسط. الشرق الأوسط لديه خبرات كبيرة مع كل الإدارات، وفي ناس سياسيين على أعلى مستوى. صح. لكن إذا سألتني كمصري أمريكي اليوم، لا طبعا أنا أفضل ترامب، لأنه هناك كيمياء غريبة بينه وبين الرئيس السيسي،
يحب مصر وشعب مصر، وبالتالي طبعا أنا أرى أن الرئيس ترامب هو الأفضل، حتى لا ندخل في ديلمة الإخوان والإرهابية والإسلام السياسي صح. إلى آخر. يعني كفانا عبثا لمستقبل الشعوب. مصر تعبت والمنطقة تعبت، وما صدقنا يجي حد فاهم المنطقة. فهو الأفضل بالنسبة لنا وبالنسبة للشرق الأوسط. طبعا بالنسبة لمعظم دول الشرق الأوسط باستثناء إيران وتركيا يا سيدي الفاضل. نعم، إسرائيل عايزاه، مصر عايزاه، السعودية عايزاه، الإمارات عايزاه. يعني إذا فضلت أعد هاخد وقت البرنامج بتاعك. نعم، طيب إذن لكن الديمقراطيين عندهم أجندة معينة ومعروفة ومفضوحة كمان. طبعا لانه هو لا يعيش الا على المجمع العسكري الصناعي، ينتعش في الحروب الخارجيه، ينتعش في اثاره الصراعات، ما يحبوش يتعاملوا مع رجل قوي، يحبوا يلعبوا بورق حقوق الانسان والديمقراطيه واللي بالي بالك، بمعنى ان هم عايزين باستمرار قوى معارضه في الداخل يتعاملوا معها، وعايزين بدائل، ويتصوروا ان هم هكذا يستطيعوا ان يديروا المنطقه. هذا الخيار فشل مع الرئيس اوباما، فشل مع ما قبل الرئيس اوباما، لانه الخيار هنا هو خيار ترفضه شعوب المنطقه. دكتور عصام عبد الله بشكرك شكرا جزيلا، كل التحيه لحضرتك مره ثانيه. دكتور عصام بيتوقع دي توقعات دكتور عصام مش توقعاتنا، ان الرئيس ترامب سيفوز بعدد اصوات مجمع انتخابي اكثر من 2016. 2016 304 اصوات، هو بيتوقع هيحصل على 309 اصوات او اكثر من كده. يعني هو بيقول المفاجاه هتكون انه سيفوز الرئيس ترامب حسب الدكتور عصام عبد الله خبير العلاقات الدوليه بشكل واضح واللي ادلى بصوته هو واسرته قبل عده ايام عن طريق البريد في التصويت المبكر، انه يحقق الرئيس ترامب المفاجاه تكون التفوق على المرشح الديمقراطي جو بايدن ب 309 اصوات، وليس كما فاز على هيلاري كلينتون ب 304 اصوات في 2016 كما ذكر الدكتور عصام عبد الله. هو عنده يعني وبيشرح وشرح الاسباب ما فعله الرئيس ترامب على مدى الاربع سنوات اللي فاتت ما حتى يناير الماضي، وزي ما قال انه ما فعله في الوضع الامريكي الداخلي لم يحدث مع اي رئيس، وقال ان هو واجه كورونا بالامكانيات اللي كانت موجوده في امريكا. تخيل بيكلمنا على امكانيات امريكا، قال لك اوباما ترك وضع صحي صعب جدا ومستشفيات وادوات والات وغيرها قديمه من 2011 كانت عمليه صعبه، فقال لك جاء الرئيس ترامب نتيجه لها رغم ده انه واجه النظام الصحي بحدود الامكانيات الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه. بنتكلم على امريكا اللي عندها امكانيات محدوده واجه بها النظام الصحي، وانه اداره اوباما، ودايما كان الرئيس ترامب يتكلم على اداره اوباما كانت فاشله، نظام صحي فاشل صعب جدا، هو غير هذا النظام وبالتالي استفاد. قال لك الامريكيين اللي هم قعدوا بسبب كورونا بياخدوا مرتبات شهريه مش عايزين يرجعوا الشغل عشان المرتبات اللي بياخدوها اعلى من المرتبات بتاعتهم، يعني اللي هي الاعانه اللي بتديها لهم الحكومه في كافه الولايات الامريكيه. قال لك عشان كده مش عايزين يرجعوا الشغل مره اخرى، بياخدوا فلوس اكتر الان. وقال لك ده نتيجه لايه؟ نتيجه لاقتصاد قوي في امريكا، ادى الناس فلوس اكتر ودعم للمواطنين اللي هم قاعدين نتيجه لظروف فيروس كورونا. ده توقعات من التوقعات اللي احنا يعني هنشوفها على الارض، واكيد الوضع هنشوف الانتخابات الامريكيه كيف تسير الانتخابات الامريكيه.